أهلا بكم من جديد في برنامج اليوم. وعلى مدار حلقاتنا الماضية استعرضنا الكثير من قصص النساء، واليوم سنشارككم بقصة جديدة لسيدة صنعت بصمة مختلفة بمجالها وتجربتها. نعم، لين هي الأكاديمية الجزائرية الأمريكية ناريمان حاج حمو التي تربت على حب التعليم منذ صغرها، فتدرجت في المراتب التعليمية الأساسية وحصلت على دكتوراه في مجال هندسة البرمجيات من الولايات المتحدة. وتتمتع الأكاديمية ناريمان بخبرة واسعة في مجال تدريس علوم الكمبيوتر، وتسعى لتعزيز مفهوم التعليم عن بعد لا سيما بعد أزمة كورونا. رحلتي الجامعية كانت عادية مثل معظم طلاب جيلي. أنا جاية من عائلة أكاديمية، والدي ووالدتي بالمجال الأكاديمي، فحبي للمجال الأكاديمي كان من صغري. فلما خلصت بكالوريوس على طول الأهل شجعوني إني أكمل ماجستير ودكتوراه، ورجعت كعضو هيئة تدريس. يعني كنت لسه صغيرة بالعمر، وكان شيء يعني كان تشالنج، بس بنفس الوقت كان فرصة، لأنه كانوا طلابي تقريبا من عمري في بعض الأحيان. وهيك أنا كنت عميدة التعليم الإلكتروني، وكنت كمان نائب رئيس الجامعة لشؤون الأكاديمية بجامعة حمدان، فكانت جامعة حمدان أول جامعة إلكترونية يعترف فيها في دولة الإمارات العربية. فهذا أنا من الإنجازات اللي أنا كتير فخورة، لأني أنا قضت مع زملائي بالجامعة أكيد مسألة الاعتماد كأول كلية وبعدها جامعة إلكترونية. بعدين صار في كتير عمل إلي في مجال التعليم الإلكتروني مع اليونسكو، مع اليوروبيان ترينينج فاونديشن، ومع الجامعات بالفترة الأخيرة، يعني العشرين شهر الأخيرين مع كوفيد. طبعا صار في تحويل، الجامعات كلها صار أن في اهتمام للتحويل للتعليم الإلكتروني، فصار في عمل كبير جدا في ميدان التعليم الإلكتروني من ناحية تدريب أعضاء هيئة التدريس، بس كمان من ناحية وضع استراتيجيات الجامعات، وضع لوائح، النظر لمسائل مثلا الاعتماد الأكاديمي والجودة. فهي من الأشياء اللي أنا فعلا بفتخر فيها، إنه صار لي فرصة إني دربت أنا شخصيا أكثر من 3000 شخص بال 18 شهر اللي فاتوا. فيعني هاي من الأشياء اللي أنا فعلا بفتخر فيها، وأعتقد إنه التعليم الإلكتروني هو تعليم المستقبل. لا يعني إنه التعليم التقليدي ما راح يضل موجود، لكن التعليم الإلكتروني ممكن إنه يساعد كثير من الدول بالعالم إنها تتحدى كثير من العقبات، من بينها أمور الأكسس للستودنتس، الأفوردابيليتي أوف إديوكيشن، الفلكسبيليتي. فأعتقد إنه التعليم الإلكتروني صحيح انه كوفيد كان البوستر له، بس اي ثينك انه اتس جوينج تو كونتينيو بعد كوفيد 19. يعني اعتقد المرأة اليوم حابة تكون مثل لأولادها، حابة تكون مثال لأسرتها. فاعتقد انه ما في عقبات فعلا كعقبات احنا اليوم نواجهها كنساء من ناحية العمل. في تقبل للمرأة أكبر بكثير من ما كان من 30 أو 40 سنة. فأنا مش شايفة، طبعاً بتحتاج أشياء معينة، تحتاج الدعم الأسري، تحتاج الدعم إذا كانت مرأة متزوجة، تحتاج دعم الزوج مثلاً. الحمد لله كنت محظوظة بزوج أكثر من رائع، دعمني في مسيرتي المهنية، دعمني في إني أكون أحسن every day of every day that I live. إذن لا شك أن رحيل العالم محمد زائري زوج الدكتورة ناريمان حاج حمو سيترك أثرا مرا في نفسها. هو الذي يعني شكل دعما كبيرا لها في مجال العمل. لننتقل الآن إلى الدكتور عادل نجل. الدكتور الراحل محمد زائري، والذي تحدث عن دور المرأة في قطاع العمل ومشاركتها في مختلف المجالات. انتشرت جائحة كوفيد 19 ولم يكن أحد يتوقعها، وكان علينا مواجهة المشكلة الماثلة أمامنا. أعمل في شركة تمكنت بين ليلة وضحاها تقريبا من الانتقال بشكل كامل إلى التعلم عن بعد، ومنحنا الأدوات والبنية التحتية اللازمة لنتمكن من الانتقال ذلك. Thank you.
I think there are still professions and vocations which are considered. أظن أنه ما زالت هناك مهن ووظائف تعتبر منوطة بالرجال فحسب أو يغلب فيها وجود الرجال. أتحدث عن الموضوع كرجل وآمل أن أكون منصفاً، فمثلاً قلة من النساء تعمل في منصات النفط، ولكن أرى أن الانتقال يبدأ وتحصل النساء على فرص يستحقنها ويقدرن عليها. قبل بضعة أسابيع ركبت في سيارة أجرة أوبر وكانت السائقة امرأة، ونرى نساء في مجال الطيران والفضاء. ما المانع لحصول النساء على الفرص؟ وأظن أننا في الإمارات نرى فرصاً عديدة لتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص، ونرى نساء في مناصب مهمة في الحكومة وسائقات في السباقات، وأظن أن هذه الدولة يمكن أن تكون مثالاً يحتذى به في المنطقة، وأمل أن يزداد التساوي وأن نستمر بالحصول على المزيد من المساواة بين النساء والرجال. More and more equality between males and females. I've had the chance to know. حظيت بفرصة معرفة الدكتورة ناريمان شخصياً ومهنياً لسنوات. هي زوجة والد الراحل رحمه الله، لذا كانت لدي فرصة إمضاء الوقت معها داخل إطار العمل وخارجه. وكانت زوجة وأماً لشقيقتي وربت منزل، وتمكنت في الوقت عينه من النجاح مهنياً. وأنا شاركت معها في منصة القيادة للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا كجزء من فريق التنظيم. ومؤخراً في الجانب الأكاديمي كنت متحدثاً في إحدى الجلسات. إن إنجازاتها تتحدث نيابة عنها، وأنا واثق من أنها ستبقى كذلك لسنوات عديدة وستستمر بتحقيق المزيد من النجاحات في السنوات المقبلة في كل من الإمارات والمنطقة برمتها. إذن إسهامات الدكتور عادل لم تأتي من فراغ، فهو ابن الدكتور محمد زائري عالم الجودة والتمييز الشهير الذي توفي قبل أيام جراء إصابته بكوفيد-19. وهنا لين يعني لابد من التطرق إلى سيرة الدكتور الراحل محمد زائري زوج الدكتورة ناريمان حاج حمو، حيث ألف خلال حياته المهنية أكثر من 35 كتابا في مجال الجودة وأكثر من 70 مرجعا علميا، وهو الذي ساعد الدكتورة ناريمان على تطويرها أو تتطور أكثر في مجال التعليم. أعتقد أنه التعليم العالي بالسنوات الأخيرة اختلف كليا في دولنا العربية. يعني بنلاقي هلأ في كتير اهتمام بميدان ضمان الجودة، في لجان اعتماد أكاديمي تأسست بمعظم الدول العربية للحرص على المستوى التعليم، مستوى التدريس، ومستوى عم بيصير في كتير دراسات مقارنة أو بنشماركينج بين الجامعات الغربية والجامعات العربية. بنلاقي مجموعة كبيرة مثلا في دولة الإمارات، بنلاقي مجموعة كبيرة من الجامعات العريقة الأجنبية سواء كانت بريطانية أو أمريكية أو أسترالية موجودة بال 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 بالإمارات. فأعتقد أنه الفرق اللي كنا نلاحظه من 25 سنة ما عاد موجود اليوم. يعني هلأ مع العولمة، مع الجلوباليزيشن، أعتقد عم بتصير فرص لطلابنا بالعالم العربي مثل ما عم بتصير فرص للطلاب بالعالم الغربي. يعني صراحة يعني أعتقد إنه الحياة عبارة عن trial and error، والواحد إذا ما جرب ما بيغلط، وإذا ما غلط ما عمل شيء بحياته. فأعتقد إنه يمكن ال opportunity اللي كانت عندي إنه كان عندي network من ناس كتير موجودة حوالي، تعلمت منها ناس كانت منتورز وناس كانت كوتشز وناس مثلا تعلمت من اخطاء غيري. عرفت كيف؟ طبعا تعلمت من اخطائي كمان. فاعتقد انه هاي شغله انه بتضلك تتعلم من اخطائك as you move on. ما في a perfect situation. وفي مجال مثلا التعليم العالي حتى there is no one size fit all. يعني كل جامعه مختلفه. اليوم احنا حاليا بنشتغل مع اكثر من 180 جامعه ب 17 دوله مختلفه. كل دوله لها
نظامها الخاص، إلها عقباتها الخاصة، إلها. فكل مشروع عبارة عن تجربة تتعلم منها، كل ورشة عمل بعملها بتعلم شيء من الناس اللي عم بيحضروا، لأنه هدول الناس بمجالي ومرات بيكون عندهم خبرات أكثر من خبرتي. فهذا الإشي الجميل في مجال شغلي، إنه هي تجربة تعليم مستمرة. يعني أنا عندي ongoing learning process، بتعلم من المؤسسات اللي بنشتغل فيها، بتعلم من الناس اللي بندربهم، وهاي يعني فرصة ذهبية. يعني بصراحة الواحد عمره ما بينتهي تعليمه. يعني إحنا يعني سبحان الله، يعني أعتقد إنه الإنسان يوم ما بيحس إنه ما عاد عنده شيء يتعلمه، هذا اليوم اللي بيصير فيه أصابه الغرور. فالتعليم is something ongoing، وأنا يعني محظوظة إنه في مجال عملي كل يوم بتعلم شيء. زوجي محمد زايري يعتبر من أحد علماء الجودة والتميز في العالم، مش فقط على مستوى التعليم العالي، فهو مؤلف لأكثر من 70 مرجع علمي، أكثر من 300 نشرة في جورنالز، وطبعاً سيرته المهنية تتحدث عنه. هو أثر على، يعني هو أثر بمفهوم الجودة والتميز على مستوى الحكومات، فما بالك على مستوى بيته وزوجته. فطبعا يعني هو كان داعم أساسي لحياتي المهنية. يعني يمكن من أسعد الأوقات اللي أنا شفت زوجي الله يرحمه فيها، كان كل ما أستلم جائزة، كل ما أستلم يعني كل ما أتكرم بمكان، يعني يكون في منتهى الفخر. ويعني هاي من الأشياء اللي طبعاً أنا راح أشتاق لها. يعني رحيله لا يعوض، يعني ما في كلمة ممكن تعبر عن الشعور. يعني كان زوج رائع، أب رائع، إنسان رائع كمان، يعني مش فقط كعلماً بس كشخصاً. هو طبعاً أثر على حياتنا كلنا، سواء كان أولاده الأربعة، يعني ما شاء الله أولاده الشباب كلهم كملوا دراسات عليا وهيك. يعني هو نموذج يقتدى به. يعني أنا اليوم كزوجة رحل عنها زوجها، أنا أفتخر أني أكون زوجة البروفيسور محمد زائري. كان إنسان رغم إنجازاته العلمية، رغم إنسان متواضع، إنسان بسيط، وهذا اللي يشهد له كل الناس. فرحل عنا غني ليس بالمال، وإنما غني بأخلاقه، غني بعلمه، غني بحب الناس إله، والحمد لله يعني.